السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله تكونوا ملاح. في هذا الماستر عندنا بروبليم فيبراسيون في الرارونتي، ميم كي يتمشى يحس بها شويه. كي درنا له دياغنوستيك لقينا باللي شومره تروازيام مازوت ما يراش نحرك فيها كاع، مع انه هذا 2019 وماشي 200000 وصرا في هذا البروبليم. باش تتجنبوا خوتنا تبعوا معنا في الفيديو، ولا خاص حاجه اللي تثبت فيه هذا البروبليم حاجه سهله وتتعاود على برا خير من اللي يصالك هذا البروبليم وتحل الموتور كيما رانا حالينه. قلعنا لاكيلاس كما تشوفوا، تلاقينا الدومي تحتاني لي بيستون كلشي مليح، تلاقينا البروبليم في الشومبره لا طروازيام كيما قلنا بالسكانر. هادي تلاقينا سوباب بها بالسياج داخله، هادي تما اللي قالها كاع تنحل تتفركت كاع وترو عند التورنار يعاود لنا شيمي السياج به سوباب جديده ونعاودو نمونطوها ونقول لكم السبه تاع هذا السوباب كيفاه طاحت. هذه مع انه سوباب تاع ادميسيون كما تشوفوا، هذا لي شونجر فيه هذا البابيون ها راه طاير ما كانش كاع، هذا الكلابي يبلع الهواء اللي يخرج من لي غاز تاع الشاطمو تاع لو جيير يبلعه كي ما يسحقش الموتور لي غاز يدخلوا يعاود يولوا. تما هذا لي غاز تاع الشاطمو كان يولوا ديريكت، والبابيون اللي بلع هالا هذه هي كما تشوفوا في الاول ما كانش كاع، وهذه راهي فيها هذا ايشونجير جديد وهذاك اللي ما فيش قديم. تما البروبليم اللي صرا على جال هذا ليشونجير كما تشوفوا خدمناها عند التورنر، عاودنا سياج وحطينا سوباب جديده، وكما تشوفوا الدعوه راهي نقيه بيان ستيكي، والبروبليم الحمد لله يا ربي نوضناه ولا مريقل وبصحته مولاه. وما تنساش خوتي الدعم راه ناقص شويه، وربي يحفظكم وبارك الله فيكم.